السلام عليكم. النهارده هنعمل النوتيلا او بديل النوتيلا في البيت. هتقدري تعمليها بدون زيت وكمان ولا حليب ولا زبده وبميه بس. هتقدري تعملي كل الكميه دي بثلاث معالق من الكاكاو. قد ايه موفره واقتصاديه جدا، وكمان هتلاقي كل حاجتها موجوده ومتوفره عندك في البيت وارخص بكتير من بره، يعني ربع تمن اللي هتشتريها من بره. تعالوا بقى كده سموا بسم الله وصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وشوفي بقى في الساندوتش بتفرد ازاي زي النوتيلا بالظبط، وطعمها حلو جدا جدا، قريبه جدا من طعم النوتيلا واقتصاديه جدا جدا. تعالوا بقى كده سموا الله، وتعالوا اول حاجه معايا نص كوبايه من اللبن البودر، ونص كوبايه من السكر، ونص كوبايه من الميه. عايزه اقولك ان انت عايزه تستعملي سكر بودر ممكن تستعمليه سكر بودر، بس هي كده كده هيضرب في الخلاط فالسكر هيدوب معانا. وهنا معلقه زبده، ده اختياري، عايزه تضيفيها عشان تعزز معاكي النكهه ضيفيها، مش عايزه خلاص مش هتفرق خالص في الوصفه معانا النهارده. هتجي بقى نضرب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما تديني اللبن المكثف، يعني ده بديل اللبن المكثف في البيت كده على قدنا، وبكمية قليلة برضو من الحليب البودر، يعني ما كترناش الحليب البودر في الوصفة معانا النهاردة. زي ما انت شايفة ضربته كويس جدا، كله داب كده مع بعضه وادانا قوام الحليب المكثف كده زي ما انت شايفة. خلاص هبتدي بقى ان انا اضيف بقية المكونات بتاعتي. هنا معايا معلقتين كبار من الكريم جونتيه. كريم جونتيه اللي انا مستعملاه كريم جونتيه خام اللي هو بدون سكر خالص، عشان كمان يديكي يعني بيدي تقل قوام اتقل من الكريم جونتي العادي اللي بيبقى في السوبر ماركت. ضفت كمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام اللي هو الكاكاو الخام الاسباني عشان يديكي طعم حلو وكمان لون حلو، والكاكاو ده بيبقى تقيل جدا وبيبقى طعمه يعني قوي قوي. الثلاث معالق كفاية جدا للمقادير النهاردة اللي انا ضايفاها في النوتيلا، وكده هتوفري بكتير عن الكاكاو الفاتح، بتحطي كمية كبيرة وما بيديكيش نفس الطعم ده. ضربتها كويس في الخلاط كده زي ما انتم شايفين بالهاند بلندر، خلاط اللي موجود عندك هتقدري تعملي بيه. وكده معانا النوتيلا. هتقولي لي كده النوتيلا قوامها خفيف؟ اقول لك لا، كل ما تسيبيها في الثلاجة كل ما قوامها هيتقل معاكي، وهتشوفي دلوقتي قوام النوتيلا معايا عامل ازاي. شايفين قد ايه سهلة بسيطة، مكوناتها بسيطة خالص، وعملت يعني حوالي برطمان ونص من النوتيلا، يعني دول حوالي كيلو الا ربع، لان البرطمان ده بيبقى نص كيلو اهو. شايفين قد ايه قوام النوتيلا ده بعد ما سبتها حوالي ساعتين في التلاجة، وكل ما تسيبيها اكتر كل ما قوامها هيتقل معاكي اكتر. شايفة قوامها قد ايه حلو ولونها حلو. انا قربتها من الكاميرا عشان يبان لونها، لان الكاميرا من بعيد كده بيبقى لونها غامق، بس هي لونها زي ما شفتوها كده من قريبة لونها حلو قوي وطعمها تحفة. انا عايزة اقولك ان الولاد عندي اتجننوا من طعمها وقالوا لي فعلا طعمها زي النوتيلا بالظبط. عايزة تعززي بقى طعم النوتيلا فعلا وتبقى طعمها بالبندق، ممكن تضيفي فيها طعم البندق، او ممكن تضيفي فيها بندق مطحون، يعني بندق مطحون في الكبة ويكون ناعم خالص وتضيفيه للوصفة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم.